مساء الخير. دفاعا عن الأقصى من جنوب لبنان إلى غزة ومن يافا إلى أغوار الأردن. وثائق البنتاغون المسربة ضربة جديدة للهيمنة الأمريكية على العالم. التضييق على مناصري فلسطين يتواصل في الغرب. آخر الضحايا روجر ووترز. رحيل مارك رودين التروبادور السويسري الذي صار فدائيا. في كل الأحوال لبيك يا أقصى. المشهد المخزي بلغ ذروته هذا العام. قطعان المستوطنين تدنس المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، والجنود يمارسون أبشع أشكال القمع والوحشية بحق المعتكفين. وحدها المقاومة تردع إسرائيل. قال المتظاهرين بتل أبيب، هتفوا ماذا فعلتم بالأقصى؟ على أساس لما كان لبيد وشركاه بالحكم ما شفنا اقتحامات مستوطنين بحماية شرطة الاحتلال. مشهد الجنود عم يضربوا المصلين داخل المسجد بهالطريقة الوحشية، لو صاير بأي مكان آخر بالعالم كان هز الرأي العام واحتل صدارة الصحف ونشرات الأخبار. بس لا، بالقدس عادي ما عليه. حسب الصحافة الغربية هيدي اشتباكات وخلافات دينية بين مجموعتين متساويتين بالقدرات، ما هيك؟ مش جنود احتلال بإمكانات عالية بوجه شعب أعزل عم بيدافع عن وجوده. هيدا الشعب تحديدا قادر يحمي الأقصى. عم نشوف صمود المعتكفين والمرابطين، عم نشوف التصدي الشعبي العفوي للظلم من عملية الأغوار لعملية تل أبيب المزدوجة، وطبعا في صواريخ غزة. بس الرسالة الأهم الأسبوع الماضي كانت فتح جبهة جنوب لبنان. ما حدا كان بيتوقع لا بالكيان ولا بغيره. كتار مفكرين أنه بعد ترسيم الحدود البحرية العدو بيقدر ينام على حرير. إيه بس لا، فهموا أنه استباحة الأقصى مكلفة وممكن تولع المنطقة. فهموا أنه القدس ليست وحيدة. وحدة الساحات وتكاملها مش شعار للإعلام، والساحة اللبنانية طرف أساسي بالصراع. أهمية الكاتيوشا من لبنان بأثرها المعنوي على جيش الاحتلال. شوفوا رد إسرائيل الفولكلوري بقصف أراضي زراعية حتصور. وصواريخ الكرامة بتأكد على التنسيق العالي والتحالف الاستراتيجي بين مكونات المقاومة. هلأ في فئة بلبنان آخر همها كرامة الأقصى وما بيعنيها إلا راحة بال إسرائيل. يمكن في مين مفكر إسرائيل دولة مسالمة في حالة دفاع شرعي عن النفس. إذا حلينا عنها بتحل عنا. هول خليهن على قد نياتهم. أصف الجليل من لبنان بيقول إنه عصر هيمنة إسرائيل انتهى، وإنه كل يوم عم نقترب أكثر من فلسطين. آخر شيء خضع نتنياهو ومنع المستوطنين يقربوا على المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان. بس بعد شو؟ اللي راح يتزحزح بالمنطقة مثل ما لاحظ إعلام العدو مش النظام الإيراني، لا، اللي راح يتزحزح هو الكيان الصهيوني. في كل الأحوال كابوس العيون الخمس. أمريكا تخوض الحرب ضد روسيا في أوكرانيا. هذا ما تؤكده وثائق البنتاغون المسربة التي ستؤثر في سير المعركة.
إضافة إلى ما تكشفه من وقائع مخفية خلف أسوار الأمن القومي الأمريكي. قضية الوثائق السرية المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية بعدها بأول الطريق. شي 100 وثيقة، كل وحدة أحلى من الثانية بالألوان والصور والرسوم. صديقكم زيلينسكي مقبعة معه أكثر من الأمريكان، هوديك بدهم يعرفوا مين عامل هالعملة ورجعنا لأيام ويكيليكس. بس فوفا زيلينسكي مشكلته إنه صار مضطر يغير كل الخطط العسكرية، رح يتأخر هجوم الربيع. وثائق البنتاغون بتشرح بالتفاصيل شو معه الجيش الأوكراني وشو عليه، كم فرقة، كم آلية، وإمتى بتخلص القذائف الصاروخية، ونقاط الضعف عند الجيش والدفاعات الجوية، وخطط الهجوم، ومن وين لازم تروح القوات البرية، وقديه عددها، والأسلحة المستخدمة كما ونوعا. أمريكا مهتمة بكل شيء، عم بتخطط للحرب وتديرها وتسلح وتحشد وتمول وتدرب وتراقب. الأوكرانيين مش مطلوب منهم غير يروحوا يموتوا من أجل العزة الأطلسية. وفوق الدكة اكتشفنا أنه أمريكا عم تتجسس على فوفا، مش واثقة فيه حتى، وعم تتجسس كمان على إسرائيل. اكتشفت أنه الموساد عم بيدير الثورة على حكومة نتنياهو، وطلعت المخابرات الإماراتية شغالة مع الروس ضد أمريكا وبريطانيا، وأمريكا عم تتفرج عليها. ولك شو هالأمريكا هيدي؟ ملحقة على كل العالم، عم تضغط على إسرائيل لتبعت شوية صواريخ لأوكرانيا، وإسرائيل بتقلن تكرموا بس ما بدنا يزعل بوتين. حتى السلطة الفلسطينية إلها حصة من الوثائق. تاري لك التنسيق الأمني ما وقف ولا يوم، ضحكوا علينا الجماعة وصاروا يهدوا مراجل على إسرائيل بالإعلام. ولازم تشوفوا التقييم الأمريكي لاجتماع العقبة، قال الاضطرابات حتزيد بالضفة والعمليات الفدائية كمان، وهجمات المستوطنين رح تزيد، وإسرائيل رح تتخلى أول عآخر عن اتفاق العقبة. كيف لو نطرتوا لتشوفوا اجتماع شرم الشيخ؟ نحن من دون وثائق عارفين المهزلة. المهم بعدنا ما عرفنا حجم الضربة للأمن القومي بأمريكا. الضربة بتطال كمان شركائها بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، عشان هيك سماه مسؤول كبير كابوس العيون الخمس. خمسة بعيونهم وبعيون أمريكا. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا المدير التنفيذي لمعهد الدراسات المستقبلية الكاتب المغربي محمد شهاب الإدريسي. أهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ بيير. أستاذي قديش احتمال اللي سمعناه بالإعلام وببعض الخبراء واستراتيجيين بأمريكا تحديدا أنه يكون جزء من الوثائق مفبرك، تكون عملية تضليل مخابراتية من أمريكا باتجاه روسيا أو العكس؟ طبعا هو في عالم المخابرات كانت هناك سوابق أن يتم تسريب بعض الوثائق تكون غير صحيحة، تكون مزورة، يتم من خلالها الإيهام ببعض المعلومات في إطار عملية تضليل كبيرة. لكن حينما تكون الوثائق بهذا العدد الكبير، بهذا الاتساع، بهذا التنوع بالمواضيع، مع وجود أكثر من شهود على مضمون هذه الوثيقة أو تلك، على سبيل المثال الكوريون اعترفوا صراحة بأن مضمون الوثائق صحيح، الأوكرانيون كذلك عبر إعلانهم تغيير الخطط، بعض يعني الأصوات التي ظهرت في إسرائيل في بريطانيا. هذا الاتساع من الوثائق يمنع أن تكون عملية تضليل، لأنه حينما تكون عملية تضليل يكون العمل على وثيقة محددة، لأنه من كثر كلامه بطبيعة الحال يكثر كذبه ويسهل اكتشاف الكذب في هذا المضمار. بالتالي على الأغلب هذه الوثائق صحيحة بالإجمال، ليس بمعنى أنه كل معلومة هي صحيحة بالكامل، لكن بالإجمال هذه الوثائق وثائق أصلية. طيب السؤال الثاني اللي بيتبادر للذهن، كتير ناس قارنوا مع ويكيليكس مع الاختلاف بضخامة وثائق ويكيليكس وبطريقة الكشف المنهجية وإلى آخره،
بس إلى أي مدى هيدي الوثائق المسربة من البنتاغون هي ضربة موجعة على الأمن القومي الأمريكي مثل ما عم بيقولوا؟ نعم بالتأكيد، يمكن مقارنة هذا التسريب بتسريب ويكيليكس. ويكيليكس في حجمه واتساع أثاره السلبية هو المثال الأبرز الذي تجري المقارنة دائما معه، وهذا يفسر لماذا الولايات المتحدة منذ ذلك الزمن، الآن نحن نقترب من 10 سنوات، وهي تتعقب جوليان أسانج بهذا التكالب، لأن الأذية التي تسبب بها ويكيليكس للهيمنة الأمريكية كان كبيرا، أفقد الثقة بالولايات المتحدة بقدرتها على أن تحفظ أسرارها، وخاصة إذا شفعنا الأمر بأنه أظهر أن الدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين الأمريكيين لا يغادرون كبيرة ولا صغيرة دون تسجيلها، حتى لو كانت بمستوى مزحة أو بمستوى سخرية، فأصبح الكثير من المسؤولين في العالم حريصين على عدم الحديث بأريحية مع المسؤولين الأمريكيين، لأنهم يعرفون أن هذه المزاح أو ربما هذا اللمز للبلد الجار على سبيل المثال سيظهر في وثيقة أمريكية وسيسبب لهذا البلد صعوبات ومتاعب هو في غنى عنها. طيب الوثائق بحد ذاتها بغض النظر عن طريقة التسريب والمسربين هي تدخل مباشر بالحرب الأطلسية على روسيا بأوكرانيا، وبالتالي هي بهالمحل تكتشف أمريكا الحقيقية، أمريكا اللي هي عم تعمل الحرب بالآخر من الألف للياء. نعم الولايات المتحدة بشكل واضح، وهذا لم يكن بحاجة إلى الوثائق حتى نشهد بأن هذه الحرب هي حرب أطلسية في أوكرانيا في المقام الأول، لكن الخطير في هذه الوثائق أظهرت أن أوكرانيا هي محرقة، أن الوثائق تتحدث على أن هناك ما يشبه التبذير الأسلحة الغربية عن طريق نظام زيلينسكي، وأن المساعدات الأمريكية لهذه السنة وهي بالمليارات ستنفذ في سبتمبر في شهر 9 من هذه السنة، بمعنى أن هذه المحرقة يعني يتم فيها إحراق الكثير من الموارد الأمريكية، لدرجة أن ما قال واشنطن بوست بالأمس يطالب الولايات المتحدة بتحويل المصانع المدنية إلى مصانع إنتاج حربي حتى يتم الإيفاء بكل طلبات أوكرانيا، وهذا في المقابل أيضا ما تشهد عليه الوثائق أن ليس هناك من أفق لحرب لنصر واضح وفي وقت قريب في أوكرانيا، بمعنى أن هذه المحرقة سوف تنال من المقدرات الأمريكية ومن أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. الشق الآخر من الوثائق هو التدخل الأمريكاني، هي أمريكا تتجسس على حلفائها، يعني الإمارات وكوريا وإسرائيل نفسها وزيلينسكي نفسه، يعني هذا شيء فظيع من نوعه. طبعا بالتأكيد الكل يعلم أن الولايات المتحدة تقوم بهذا النوع من التجسس، لكن أن تظهر نتائج هذا التجسس للعلن وأن يصبح الموضوع متاحا لأي كان، هذه الخطورة تصبح أكبر. يعني شكرا أستاذ محمد، شكرا على وقتك وعلى مشاركتك بالبرنامج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. في كل الأحوال لقطة الأسبوع عودة فرنسا إلى رشدها. كثير موجع لي قلبي الرئيس ماكرون، قال كلمة حق عن الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي وعن رفض التبعية لأمريكا والانجرار وراها بحروب ما دخلنا فيها، وحكي هو وراجع من الصين عن ضرورة تخفيف اعتماد الأوروبيين على الدولار. مسكين قامت الدنيا عليه، شو فيه؟ ما تعلمتوا من درس أوكرانيا؟ استدرجت الولايات المتحدة القارة العجوز ضد مصلحتها إلى حرب طاحنة عم بتكلفها غالي. عم يقول الزلمة ما لازم ننجر ورا أمريكا اللي عم بتورط الصين بتايوان مثل ما ورطت روسيا بأوكرانيا، بدل ما تشكروه على هالصحوة. كتبت جريدة لوموند هذا نكران للجميل، أمريكا صارت حاطة 35 مليار دعم عسكري لأوكرانيا اللي مش أولوية أمريكية. نعم طلعت أمريكا ما خاصة بالحرب على روسيا،
عملتها كرمال امن اوروبا. خلص خي اتركهم فالج لتعالج، الجماعه مبسوطين تحت الرعايه الامريكيه. في كل الاحوال الرقابه تنخر اوروبا. بعد كراكوفيا البولندية مؤسس فرقة البينك فلويد الشهيرة غير مرغوب فيه في فرانكفورت وربما في ميونخ وبرلين. روجر ووترز يعاقب على مناصرة فلسطين وحملة التضامن العالمية تتصاعد. I do believe that we shall overcome one day. And we'll walk hand in hand. We'll take back the land. We'll plant our olive from the Jordan River to the sea. That we'll walk hand in hand one day. And we'll tear down the prison wall. We will tear down the prison wall. الفنانين العرب اللي بياخدوا دعم من مؤسسات أجنبية وبتنعرض أعمالهم بالغرب صاروا حافظين القاعدة الذهبية: إياك تاخد موقف أو تعبر عن رأي ممكن يروح عليك تمويل أو دعم خارجي ويخرب لك بيتك. شو بيحب يسمع الرجل الأبيض؟ سمعه. بس ما كنا متصورين أنه توصل حملة الترهيب الفكري والأيديولوجي لنجوم ومشاهير مكرسين بالغرب مثل روجر ووترز. الفنان البريطاني أحد الأعضاء المؤسسين للبينك فلويد، فريق الروك الأسطوري، بعد شوي ما بيعود يقدر يلاقي صالة يغني فيها بأوروبا. ليش؟ لأنه داعم شرس للقضية الفلسطينية وناقد عنيف لإسرائيل. وروجر صوته بيوصل، ساهم بإقناع فنانين عالميين وفرق مشهورة إنها تقاطع إسرائيل وما تقدم أعمالها هونيك، وإلا بتكون عم بتشجع على الاحتلال والتطهير العرقي. مدينة كراكوفيا البولونية ألغت حفلات كان مفروض يقدمها خلال هالأيام. مجلس مدينة فرانكفورت الألمانية خضع لضغط اللوبي الصهيوني وألغى حفلة موسيقية لووترز كانت مقررة ب 28 مايو المقبل. الخوف توصل العدوى لمدن أخرى مثل برلين وميونخ وكولونيا. طلع معهم أنه روجر ووترز، اسمعوا منيح، واحد من أشهر المعادين للسامية في العالم. كيف هيك؟ مثل العادة ما في ولا دليل على هالتهمة. خلص أنت معاد للسامية ودبر حالك. دبر حاله ووترز، لجأ للمحاكم لأنه أفكاره ومواقفه معلنة من زمان، ومفروض اللي وقع معه العقد يكون عارف، ما هيك؟ فنانين كبار أعلنوا التضامن معه وعملوا عريضة جابت 14 ألف توقيع ب 24 ساعة. إريك كلابتون، بيتر جابرييل، كين لوتش، سوزان ساروندون وكتار غيرهم. مؤخرا روجر ووترز زاد الحاقدين عليه لما قدم شهادته عن الحرب الأوكرانية بمجلس الأمن. قال لهم هيدي حرب أطلسية على روسيا بقيادة أمريكا. وولعت. شو بدي أعملكن؟ مش أنتوا ديمقراطيين وعم بتحاربوا بأوكرانيا دفاعا عن الحريات؟ طيب هذا رأيه الزلمة، ما فيكم تمنعوه يفكر ويغني. في كل الأحوال رحيل التروبادور الأممي. من التيه الأممي في المدن الغربية إلى اعتناق الثورة الفلسطينية بين بيروت ودمشق، الرفيق جهاد منصور وضع اللبنات الأساسية للملصق الفلسطيني واستقطب التضامن العالمي مع القضية.
القلب الفلسطيني. قصة مارك رودين من القصص الحلوة اللي بتختصر عصر ومرحلة. مواطن سويسري المولد، أممي الانتماء، فلسطيني الهوى، ابن جيل ثورة 68 اللي وعدت أوروبا بعالم جديد، فنان جرافيكي وموسيقي ومناضل راديكالي، هرب من الشرطة السويسرية بسبب نشاطاته الثورية، وبباريس التحق بتنظيم يساري راديكالي، وهونيك اكتشف من رفاق إيطاليين القضية الفلسطينية وقرر يجي على لبنان بعز الحرب الأهلية. بتقول الرواية أنه وصل على متن زورق صيد وصار فدائي، التحق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتنق الثورة الفلسطينية وصار اسمه جهاد منصور. غسان كنفاني اختلته إسرائيل ب 72 قبل ما يوصل رودين، بس بصماته كان بعدها حاضرة على مجلة الهدف اللي اشتغل الفنان المناضل على تصميم أغلفتها. مارك رودين جهاد منصور انتقل من شوارع المدن الغربية اللي كان يعزف فيها للناس ليعيش حياة المخيمات ويحارب الإمبريالية. كان له دور كبير بتطوير الملصق الفلسطيني وأعطائه هويته وخصوصيته وقدرته على التأثير بالجماهير. من حصار مخيم تل الزعتر طلع أول ملصقاته في بيروت. الملصقات اللي رسمها بين 79 وال 1991 فيها تأريخ لمحطات حاسمة من النضال الفلسطيني، النكبة، تل الزعتر، صبرا وشاتيلا، مرورا بالانتفاضة الأولى ثم الانتفاضة الثانية وغيرها. اشتغل رودين على الاختزال والتكثيف واستعمال الرموز المحفورة بالذاكرة الجماعية، الكوفية، البندقية، العلم، الحجارة، شارة النصر، القبضة المرفوعة والوردة والفدائي والبرتقال. المرأة مثل ما فينا نشوف كان لها حضور أساسي بفنه. الرفيق جهاد منصور حمل السلاح طبعا وواجه الاجتياح الإسرائيلي لبيروت ب 82 وشارك بال 1988 بعملية سطو مع البلاكينج ستريت جانج بكوبنهاجن لتمويل الثورة. سيرة نضالية حافلة تخللها سنوات صعبة بالسجن بين تركيا وكوبنهاجن بالتسعينات. آخر حياته رجع يدرس الفن الجرافيكي بزوريخ قبل ما يتغلب عليه مرض الباركنسون من كم يوم. كان عمره 78 سنة. تحية رفيق. في كل الأحوال حلقتنا هذه تتواصل على الميادين أونلاين عبر الحسابات المدونة أسفل الشاشة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي الأسبوع المقبل.